ولا يجوز أن يكون في الدستور مادتان أو مادتين لتعديل الدستور، واحدة تحمل رقم 126 وثانية تحمل رقم 142. وفي الموضوع مفارقة غريبة جدا لا علاقة لكتاب الدستور بها، أن المواد التي كتب فيها الدستور هي 139 مادة فقط، وهذا ما أعلن في دستورنا بين أيدينا وما ظهر في محاضر جلسات الجمعية الوطنية في مجلدات 4، أن مواد الدستور هي 139 ولم تكن فيها المادة 142. المادة الأساسية في التعديلات الدستورية هي المادة 126، والفارق بين المادتين كبير جدا، فالمادة 142 كأنها مصممة إلى الكرد، أما المادة 126 فهي مصممة إلى الشعب العراقي بأسره. ولا يجوز أن يكون في الدستور مادتان أو مادتين لتعديل الدستور، واحدة تحمل رقم 126 وثانية تحمل رقم 142. ثانيا، هناك نقاط أو قضايا مررت بأغلبية بسيطة، على سبيل المثال الحدود وما أدراك ما الحدود، فلا يجوز مثلا أن تمرر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بأقل من 80 نائب، وهي الأغلبية البسيطة التي ذهبت إليها المحكمة الاتحادية العليا أيضا السابقة وليس الحالية.